السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، نحن في بلاد بعد سوينا بمراكش واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. الخيرات تنوريوها الجالية المغربية والناس من المدن الكبرى قبل المملكة المغربية وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، عيالات ورجالة بنات ولاد أهلا بكم لحبابتونا، وما تنسوش تشاركوا معنا قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا بكم، اليوم 12 في شهر 1 2022. هاد الخيرات تبارك الله تنوريوها لحبابتونا في الأربعة السويلة بمراكش كي تشوفوا هاد الخيرات تبارك الله. شحال هاد البطاطا؟ 60 ريال. وهاد الخيزو؟ خيزو ومطيشة وبطاطا 60 ريال. وهاد الجلبانة؟ الجلبانة 160. تبارك الله، هاد الجلبانة هنا في الأربعة السويلة بمراكش 8 دراهم. وهاد الشيفرون والدنجال والفيتا وهاد الدنجال على جوج انواع 140 تا شيفرون. وهاد الفول 100. وهاد الكورجيط وهاد الوريكي ولا النفط المحفور ولا النفط الحار ولا الغربي ولا كل واحد ها كورجيت والفيت المحفور ولا الغربي وهاد الفلفله 140 ريال. وهاد الباربا وهاد الخيار ها؟ وهاد السلاطه والبطاطا الحلوقه 40 ريال والحلوه 180. وهاد الخيرات اللي بقاو عند هاد الرجل هنا في الأربعة السويلة بمراكش الخيرات تبارك الله. وصلة شحال؟ يا رب ما شحال؟ كير خضارية كي؟ خضارية 50 ريال. خضارية 50 وكير كوباق 80 كي تشوفوا هاد الخيرات الأربعة السويلة بمراكش هاد الخيرات تبارك الله. نوريوها لكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان. هاد الخيرات تبارك الله في الأربعة السويلة بمراكش، هاد بطاطا مطيشة، هاد الخيرات، هاد الشيء تنوريوه لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان في المكان وداخل الوطن أو خارج الوطن. عيالات رجالة بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. الخيرات راه موجودة في الأربعة السويلة في مراكش كما تشوفوا. شحال هاد الجلبانة؟ وهاد الخيسو؟ وهاد الفيت شحال؟ اللفت 120. وهاد الفول 140. وهاد الكورجيط 120. وهاد الدنجال حتى هو. وهاد هاد الخيرات تنوريوها لحبابتونا. الفلفله تاجي 100 100 درهم تاجي 100. الشيفرون 100. هاد شحال؟ 120. كلشي 120. اش تاجي لي 100؟ بطاطا الحلوقة تبارك الله في الأربعة السويلة بمراكش. وهاد كل خاطر نصبرو عيت بالتصوار تاع واحد. أهلا كي داير بخير؟ الله يحفظك. بشحال هاد القريعة تاع الرطي اللي جاو لك يقولوا لي؟ ها؟ الفرق؟ وهاد الفلفلة ولا اش يقولوا لك؟ روكسيا هذيك. روكسيا شحال؟ تاهي فرق. وهاد البسباس تاكو فرق؟ البسباس 120.
وهاد اللوبيا وهاد الحاره ما مغليتش شويه لا ها غليتي شويه ما عطيتش ب 60 والبصله صبت 80 والحريف 60 الحريف هي الخضاره ديالي النقطه صافي راه باينه كيما تشوفوا هاد الخيرات عند صديق تاعنا هنايا في الاربع السويله بمراكش نحيي كل مشاهد قناه زيتون مرشاد الخيرات تبارك الله موجوده هنايا في الاربع السويله بمراكش الحريف هي البصله الخضار اللي تنقولوا ليها ولا النقله ولا كل واحد كيفاش تيقول هاد الخيرات تبارك الله في الاربع السويله بمراكش. تبارك الله بشحال هاد الماطيشه؟ 60 ريال اخرى مرجان. وهاد البسباس؟ البسباس 120 100 على حسب. غالي شويه عندك البسباس. البسباس عرفتي مع شويه السياره هنا الاربع السوايع في البرك. البسباس راه كاين 2 دراهم كاين 50 ريال. هذا الشيء اللي كاين. اه على حسب. 50 ريال وزيد هذاك اللي بيحسب لك بيحسب لك واحد الدرهم ديال السير حتى هو. الله يحسن العون. الله يحسن العون للجميع. ماشي مزيان بعدا؟ الله يبارك فيك. المشاهدين تيتفاعلوا معاك ولا والو. كاينين بعض الناس. كاينين الناس مخيرين راه هما اللي دايريننا. الناس اللي هما غاليين علينا كاينين الاحباب تونا وبشحال هاد اللفت والفول؟ غالية اليوم صافي اليوم 220 مية وشحال تتبيع فيها؟ 160 اها راه 220 ما فيها والو تاهي راه 16 كيلو وهاد الفول؟ الفول كاين 200 ريال 120 انا جاي انا جاي وهاد الليمونة وهاد الشيفرون الشيفرون شحال دير؟ الشيفرون وهاد الفلفلة؟ اها وهاد اللفت شحال دير؟ المحفور والوريكي والحار والغربج كل واحد تيقول له وهاد الكورشيت؟ شحال؟ 120 وبطاطا الحلوقة؟ ها؟ 80 وهاد الجلبانه والدنجان والجلبانه من الفرق حتى 160 وبشحال حتى تتبيع ياك هادي زعما سرباتها المليح تتكلم ها تتكلم ياك حيت هادي جديدة علاش تتكلم والرد واد معاك عرفا راه سربتها مليحة اها حتى هذيك والرد صافي هذا عطانا المشاهدين تما باش يستافدوا من هذا الرجل ديما الزبالة حتى يديك دوات عرفا راه سربتها مليحة ما بان لك ما غوتات ما والو عرفها راه هي راه فيها الخاوية تقول لك حيطلق لي خاوية فيها الخاوية هاد البطاطا البطاطا شحال؟ وهاد كاينة 80 وكاينة 100 وهاد الحريف ولا الخضارية ولا تبارك الله الكركوبة قداش كيما تشوفوا معنا في الأربعة السويلة في مراكش عاد الخيرات ها؟ شيشاوة من كاين الجلبانة كاين البصلة شيشاوة اه شيشاوة يمكن تيحيدوا الجلبانة ويديروا البصلة ولا كل واش مفلاح كل واش مفلاح كل واش مفلاح تيقول هذا الرجل هنا في الأربعة السويلة نحييو كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا شحال الثمن تاعك؟ 140 باش بعتيها؟ ماشي كيلو ولا ثلاثة؟ دبر فرانك ياك؟ بشحال كيلو؟ 140
سير الله يعاونك بالصحة والراحة، الله يخلف لك. هذا مول الزيتون كاين في أربعة سويهلة من مراكش، هاد الخيرات تبارك الله تاع الخضرة، هاد الشيء تاع خيزو هاد الشيء والزيتون والحامض المصير والخيرات تبارك الله. يا ربي جيب لي ناوليه الرزق.